مباراة الرهبنة، شاب 24 سنة مرقص بيمشي في الصحراء، ده جزء من الاختبار، بدون طعام وبدون شراب، لكن يعني للأسف الشديد النهاية كانت مأساوية. هو اختبار ولكن تاه في الصحراء ومفيش لا أكل ولا شرب ومات، طبعا لأن موته في ظل اختبارات الرهبنة. ده هيخليني أسأل القمص بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية. قمص بولس أهلا بيك. أهلا بيك. يعني عايز أسأل عن قصة مرقص 24 سنة، أنا بس هل بوضح نقطة توفي حضرتك قلتها، بهذا الشكل اللي أنا قلته؟ عايز أوضح بس نقطة حضرتك قلتها، إن اختبارات الرهبنة، اختبارات الرهبنة ما بتطلبش إن حد يطلع بره الدير ويمشي. اختبارات الرهبنة هي ثلاث حاجات هو بيقبلها بنفسه. نعم، أول حاجة إنه اختبارات اختبارات الرهبنة ثلاث حاجات هو بيقبلها بنفسه. اللي هي نمرة واحد إنه ما يتجوزش، بتول يعني، فيتخصص للصلاة والعمل والعبادة داخل الدير. نمرة اثنين إنه يكون زاهد في الدنيا، يعني ما يمتلكش حاجة. نمرة ثلاثة إنه يكون مطيع لوصايا الكتاب. هي دي بس اختبارات الرهبنة. امال ايه اللي حصل اللي وداه الصحراء وبدون اكل ولا اللي شرب؟ حصل إن الرهبان بنفسهم أو طالب الرهبنة لما يجي الغروب كل واحد بيخرج يختلي مع الله لوحده، والمفروض ان محدش يخرج بره سور الدير، لكن هو افتكر كده او اعتقد ان لما يمشي اكتر يبقى هو بعد عن الناس اكتر وبعد عن العمران اكتر، فاعتبر ان في بالنسبه له هو يعني هيدخل مع الله، لكن هو زادت منه قوي فخرج اكتر، فالظاهر تاه في الصحراء. صحراء هو كان في اي صحراء في اي مكان؟ هو دير الانبا صمويل، فناحيه يعني ناحيه الفيوم وناحيه مغاره، بين الصحراء اللي بين الاثنين دول. فهو يعني تأكيدا على الحالة اللي بيعيشها، يعني خد في الصحراء مسافة كبيرة. يعني هو اعتقد ان لما يبعد عن العمران يبقى هو يعني اختلى اكتر، بس طبعا لما مشي اكتر غالبا هو مش عارف ظروف الصحراء او مش عارف الصحراء يعني طرقها ازاي، فغالبا حصل انه تاه ما قدرش يرجع تاني، ما عرفش يرجع الدير. فور الصبح، لان المفروض انه لما بيرجع المجمع او يعني يرجع المكان بتاع الدير تاني اللي بيشوفوا بعض فيه في الصلاه ما لقوهوش، فخرجوا بالعربيات يدوروا في كل الصحراء، تعبوا جدا لغايه ما لقوه بالطريقه المأساويه دي. لكن الفكره كلها دي مش اختبارات خالص للرهبان، محدش يعني ده لم يكن اختبارا، انتوا بتقولوا له امشي في الصحراء لا لا لا، ما يخرجش بره سور الدير اصلا، ما فيش اختبار يقول لحد اخرج بره سور الدير، ده هو اختباره جوه الدير، ما يطلعش بره ويبقى تحت العين، علشان لو تعب على طول يقولوا له انت مش هتقدر في الطريق دوت. انما هو اجتهد من نفسه كده وقال لما اطلع. طيب من غير ما يقول لحد، خليني اسال الاستاذ فادي كريم الناشط الحقوقي. استاذ فادي اهلا بيك. اهلا بيك استاذ وائل، مساء الخير يا فندم. مساء الخير. القمص بولس بيقول انه الكنيسه واختبارات الرهبنه لا علاقه لها بوفاه مرقص، لانه التعليمات الا يعني يتجاوز حدود اسوار الدير، لكن هو اللي خرج للصحراء ومات بسبب عدم وجود اكل ولا شرب وانه تاه. يعني اتفضل. انا متفق معاه تماما في الجزئيه دي. اختبارات الرهبنه ليها معايير اخرى غير ان الرهبان المتطوعين او تحت فتره الاختبار ان هم يخرجوا بمفردهم بره الدير، لكن انا بشير في وضع الاتهام للخطاب الديني المسيحي. ليه؟ لانه خطاب يكرس الايمان الاطلاقي الخارق للطبيعة. يعني لما يقدم قامة روحية كبيرة جدا على أساس إن هو كان شخص متوحد لمدة 20 أو 30 سنة ما شافش وش بني آدم، فبالتأكيد الشخصيات اللي قدموها كقديسين عظام الكوكب لا يستحق موطئ لقدميهم، فبالتأكيد دول هيبقوا مصدر إلهام لأي متدين متحمس. يعني تقصد ايه؟ انه مرقص حب يعمل ايه؟ مرقص تحمس، مرقص كان متحمس
الخطاب الديني بيشكل الوعي على النحو ده، إيمان إطلاقي يتجاوز حدود العقل، يتجاوز مفردات العصر، يتجاوز يعني مستنسخ من القرون الوسطى. نفس الشيء، نفس التركيز على كل ما هو خارق للطبيعة. يعني هو حب يعني يحقق روحانيه اكثر، فاتجه للصحراء بمسافه أكثر. كبيره يعني. وده الخط المستقيم لامتداد الخطاب الديني، بمعنى اذا انت بتقدم له شخصيه زي الانبا كراس او الانبا بولا، ان هم قديسي العظام جدا وكانوا متوحدين في الصحراء لمده 20 و30 سنه، فاكيد هيكون مصدر الهام. فيحاول أن يقلدهم يعني، وهو لا تتوفر له الإمكانات تمام. لا البدنية ولا الـ الصحية ولا النفسية لذلك يعني. تمام. هو وممكن غيره كمان، هو وممكن غيره يعني، ما فيش ضمان لعدم الإصابة بالهوس ده. طيب خلينا أسأل كوسبولوس، هل ده صحيح إنه الخطاب الديني عندكم هو الذي أدى إلى وفاة مرقس بهذا الشكل، حيث دفعه إلى محاولة اكتساب روحانية أكثر بالدخول مسافات داخل الصحراء فمات؟ أستاذ وائل، يعني بالعقل خالص، الرهبنة دي بقالها 1650 سنة، يعني ما سمعناش في خلال 1650 سنة إن في حد حصل له كده. كل واحد بيخش داخل سور دير بيبقى تحت إشراف روحي باللحظة، يعني بحيث أول ما يحس إنه هيتطرف في حاجة، لأ مش هينفع كده، ويبتدي يعدله، ولو ما تعدلش سلوكه بيبقى النهاية إن هو يروح العالم يعني المدن ويعيش حياته الطبيعية. الفكرة دي مش مظبوطة خالص، مفيش الخطاب المتطرف ده خالص. في قامات روحية بس تحت إشراف، يعني مفيش حد مثلا يتنقل من درجة لدرجة، إلا لما يبقى فيه مرشد شيخ كبير موجود في الدير بيرشح له كل حاجة ومخاطرها وبيبقى تحت عينيه. مش غير مقبول بالمره ان حد يطلع بره سور الدير، فين الخطاب الديني دوت لما تختار السنه؟ ده غير مقبول بالمره، يعني هو بيتقال له كده قبل ما يخش، اوعى تخرج بره سور الدير اصلا. كون ان هو حاجه استثنائيه حصلت وما نعرفش ظروفها وما نعرفش ملابساتها، ما يبقاش بالعموم ان الرهبنه بتقدم الصوره دي، ده كلام مش مظبوط. طيب هاخد تعليق اخير استاذ فادي، كلام مش مظبوط وانت تحاول ان تعلق وفاه مرقص بهذا الشكل على مسؤولية. أنا صراحة مستغرب من كلام القمص لسبب بسيط. هو عايز يصورها وكأنها سكنة عسكرية وبيفرغها تماما من المضمون الديني. طب ايه الدافع الأساسي لتواجد شاب في الدير أساسا غير انه هو متدين او عنده دافع ديني يخليه يسيب العالم، يهجر العالم كله ويروح يترهبن؟ إذا سيادة القمص في كلامه فهو بيسقط الشق الديني وبيحولها كأنها سكنة عسكرية بالظبط، مرتبطة بنواهي وأوامر. أنا ما قلتش كده يا فندم، أنا ما قلتش كده، أنا بقول مضمون كلام حضرتك كان كده يا فندم، ده مضمون كلام حضرتك. حضرتك قول لي إيه تأثير الخطاب الديني لما تقدم شخصية عظيمة، قامة روحية، عاشت في الصحراء 30 سنة ما شافتش وش بني آدم، هيكون ده تأثيره ايه في وعي القبطي، في وعي واحد متدين عنده الخلفية او عنده البنية التحتية ان هو يتطور لامر زي كده؟ قول لي حضرتك هيكون ايه النتيجة. طب يعني هل الخطاب الديني اللي انت بتقصده ده في اساطير وهمية يعني؟ كتير جدا يا فندم، كتير جدا. طيب يعني هو هنا كوسبولوس بس صنع يعني الشاب ال 24 سنة ده اللي مات وهو يعني يحاول ان يثبت انه اكثر تدينا واكثر روحانيه يعني. روحيا بيجتهد روحانيا. هل الاساطير التي تعلمونها لهم في اختبارات الرهبنه هي التي دفعته ما ترقاه اللي شكل وعيه هي القصص دي؟ انا محتاج ان انا اتكلم. البابا كيرلس ذات نفسه كان متوحد في الصحراء وتعرض لحادثه قبل كده عن طريق قطاع طرق واعتدي عليه، كان ممكن يعني الله لا قدر الله كان يتوفى فيها، كان يموت فيها. خلينا نسمع اجابته بقى، اتفضل. انا بس في نقطه صغيره خالص بهدوء خالص، ان ملايين الرهبان اللي عاصروا الكنيسه القبطيه وما حصل لهمش حاجه زي كده، تشكل وجدانهم من ايه؟ الكنيسه القبطيه اصلا قوتها في الرهبنه نفسها،
وكل التشكيل الوجداني بتاع الكنيسة هو من فكر الرهبنة، ما بنقدمش نماذج خيالية ولا بنقدم نماذج هوائية. نقطة مهمة جدا ان لما يبقى واحد ولسه هكمل الواحد دوت واحد من ضمن ملايين، ما تعممش الواحد ده على ملايين الرهبان اللي ماشيين باتزان وبحكمة. نمرة اثنين، الواحد ده هل حضرتك كنت موجود في ملابسات الموضوع ولا كنت عارف ايه الدافع اللي خلاه يخرج او ايه العمل اللي خلاه يخرج؟ محدش يعرف. طب اي اساس انت بتثبت ان هو هوس ديني والكلام ده كله؟ الناس بتلجا للتحليل، يعني ايه يعني يا استاذ فادي بيقول لك يعني هو انت كنت معاه؟ طيب هل هم قدموا تبرير يا فندم؟ لكن ما فعلوا هو فعلوا كثيرين، دي نقطة. اتنين، هو بيقول القمص بيقول ملايين وما سمعناش عنهم حاجة، هو كان الاعلام بيتداول الشأن الداخلي. انت شايف ان في ناس يمكن ان تكون قد ماتت؟ معلش عمر الاعلام تناول الشأن امرا ما خاص بدير علاقة رهبان ببعض؟ عمرها ما حصلت. وهو بيحكم بناء على ايه بيقول ملايين؟ انا بقول لحضرتك تاريخ، احنا ما نعرفش تاريخ. بيقول لك لا، الخطاب الديني بريء تماما من القصه دي، ده بعمرت ايه؟ عفوا، بعمرت مئات القصص الخرافيه عن معجزات لاجساد موجوده داخل الاديره ذات نفسها. انت بتعمل عمرت ايه يا فندم؟ يعني اديني اماره اقنعني. عندي أمارة في ايه؟ انت بتتكلم في ايه اصلا؟ انت بتتكلم حضرتك بتقولي ما تديله بقى، اديله خريف. فأنا بقول لحضرتك الدير ذات نفسه مليء بمئات قصص المعجزات. طب خليني يا أستاذ فادي أسمع وجهة نظره، يعني أنا ما بحبش أصنف الضيف، لكن يعني أنا ضيفي هنا المتحدث هنا مسيحي وهنا مسيحي، يعني عشان البعض ما لا يحاول أن يتصيد، يعني أنا بحاول بس ولا أحبذ التصنيف يعني. بس هنا هو بيقول الأساطير التي تعلمونها للشباب اللي بيتعلم الرهبنة هي السبب. كنيسة أساطير ما كانتش صدرت لغاية النهاردة. كنيسة الإبطية هي منارة للعالم كله، هي اللي صدرت الرهبنة والتعليم وصدرت الروحانيات في العالم كله. لو كانت أساطير ما كانتش صدرت لغاية النهاردة. الأساطير بتموت وبتنتهي، لكن الكنيسة حية وكنيسة قوية وكنيسة ثابتة على مر العصور 20 قرن من الزمان، مهما كانت الألمات والاضطهادات اللي مرت بيها لكنها ثابته وقويه عشان التعليم اللي فيها تعليم مستنير. اي حاجه مزايده بعد كده تبقى كلام بصراحه ملوش اي اساس ولا اي درس. طيب قس بولس حليم، ممكن ارد يا فندم؟ اتفضل استاذ فادي بايجاز. طيب انا عايز اعرف بس، بيقول الجناب الخمس بيقول ان الكنيسه القبطيه هي مناره العالم. طيب يعني معلش، بأمارت ايه 12 مليون ولا 15 مليون قبطي هم المناره ل 2 مليار مسيحي في العالم؟ دي نقطة. الخطاب الديني المسيحي المتداول الآن خطاب من العصور الوسطى، وخطاب يكرس الإيمان، النسخة الإيمانية الخارقة للطبيعة. أوروبا خلاص تعدت المرحلة دي، تجاوزتها من قرنين أو قرن ونص، عدت المرحلة دي وأصبحت العقيدة خاضعة لآليات العقل. انتهت القصص دي من بره، واللي بيتداولها فئات قليلة جدا جدا جدا. في دقيقتين، في جملتين على الهوا بتحلل يا فندم؟ كنسي في دقيقتين على الهوا كنيسة القبطية؟ بص لتاريخنا. مش سامع يا فندم، مش سامع حضرتك. اديله المجال يتكلم عشان تسمعه يا استاذ فادي، اتفضل. طب يا فندم انا لسه ما خلصتش بردي عليه. هو بيقول المنارة للعالم، 12 مليون قبطي هم المنارة مش قضيتي بقى. انا عايز اشوف بس مرقص مات ليه، يعني 24 سنة شاب ضعف الصحراء. انا عايز اقول لحضرتك ان اللغة كلها شعراتية امتثالية، بالظبط خشبية، لغة خشبية، مش اكثر من شعرات. احنا 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 حبيبي، مفيش كنيسة تستمر وتفضل موجودة وهي مبنية على شعرات. ما كانتش مبنية بقوة الروح القدس والمسيح اللي فيها ما تبقاش كنيسة قوية. وغدنا لغاية النهاردة يشهد لكده. بتوجه إليكما بالشكر وفي كل الأحوال بغض النظر عن هذا الجانب، بس أنا يعني أمام جانب جنائي يعني هنا يتعلق بالتحقيق في لغز وفاة مرقس. هو لم يعد لغزا، هو اتجه إلى الصحراء ليثبت أنه أكثر روحانية وتدينا، لكن للأسف الشديد تاه ومات لعدم وجود طعام أكل ولا شرب.